الحقيقه يمكن ومعروف انه مهم جدا انه يكون في كده حاجه اسمها ميل موديل، والميل موديل ده زي الفيميل موديل بالظبط او زي عارضه الازياء، لازم يكون ليه مواصفات معينه، بيعيش بستايل معين او لايف ستايل معين، بيبقى فيه نظام صحي وغذائي و و الى اخره، والاهم من كده كمان ان هو ازاي يقدر يكون موجود في المحافل الدوليه او يقدر يرتقي من مجرد ان هو يكون مثلا موديل محلي ويسعى ان هو يكون موديل على المستوى العالمي. ده كارير مهم طلع منه اسماء كبيره هنا في مصر، يمكن من سواء على مستوى الرجال او على مستوى السيدات، الحقيقه عندنا اسماء مهمه جدا. بعد كده بقى بيتحولوا لكاريرز ثانيه، منهم بقى ممثل، منهم بقى مذيع، منهم بقى مطرب في بعض الاحيان، ومنهم اللي بعد كده بيكمل عشان يعلم الاخرين. النهارده احنا معانا تجربه لواحد من عارضي الازياء في مصر، لكن هو الحقيقه عنده قصه مختلفه شويه، هو اصلا مهندس ديكور، هنعرف الموضوع ده ايه، وغير كده كمان حب ان هو يسعى للقصه دي، حب ان هو يطلع مجرد ان هو يكون موديل محلي الى ان هو يكون موجود في المحافل العالميه، وقدر ان هو كمان يشارك في مسابقه دوليه لسه من ما فيش من ايام قليله جدا ويحصل على لقب. النهارده برحب بضيفي الاستاذ محمد مدحت، هو كان ممثل مصر في مسابقه مستر سوبر انترناشونال. ازاي؟ مبسوط ان انا معاك النهارده. وانا كمان جدا. الاخبار؟ احنا اتمنى قبل كده في كايرو فاشن فيستيفال مرتين كان هو بقى موديل في كايرو فاشن فيستيفال، واحد من اهم احداث الموضه في مصر، حدث سنوي الحقيقه بيضم كل اقطاب الموضه في مصر. احكي لنا كده حكايتك اصلا ايه مع الموديل؟ هو الموضوع بدا معايا بالصدفه من سنتين ونص تقريبا، كنت في احدى قرى الساحل الشمالي مع اصحابي عادي. في مخرج تلفزيون شافني بيعمل اعلانات وحاجات كده، المهم كان جاي من مكتب الكاستنج حبه مودلز، فقالوا لي تعالى، رحبوا بالفكره يعني ان انا انضم ليهم واعمل كاستنج في المكتب نفسه، كان مكتب فيس تو فيس يوسف سباهي. رحت هناك وكان بالصدفه برضو كان الانترفيو بتاع كايرو فاشن شو، المفروض ده اكبر فاشن شو بيتعمل في مصر. رحت هناك واتقابلت. انت كان في دماغك اصلا القصه دي؟ يعني انت اساسا انت بتقول هو كان الكارير بتاعك او مجالك ايه؟ مهندس ديكور؟ مهندس ديكور مسرح اطفال اصلا. طيب ايه بقى الحكايه؟ يعني هل انت لما كنت في يوم عايز قال لك تعالى بخليك موديل يلا هروح حاضر؟ يعني لا، هي حاجه في بالك اصلا؟ انا دايما معتني بشكلي، معتني بلبسي، دراستي للفنون وشغلي في الديكور برضه علمني تنسيق الالوان في لبسي في شكلي. الرياضه طبعا شيء اساسي في حياتي دايما من وانا صغير. نظامي الغذائي نفس الكلام، ليا نظام غذائي. ففي ناس كتيره كانت بترشحني بلايف ستايل صحي بالظبط. اوكي، يعني ناس كتيره اقترحت ان انا ممكن اخش المجال ده، بس انا ما ساعدتش فيه. بحكم برضو دايره الشغل والدنيا والمشغوليات اللي عليا وكده والالتزامات، بس لما جت الفرصه ساعدت لده. حلوة. وقلت اجرب والحمد لله. كانت اول تجربه ليك كانت كايرو فاشن فيستيفال؟ كايرو فاشن فيستيفال، يعني كانت كات ووك مودرنج. النهارده انت عندك اشكال مختلفه من الموديل، يعني النهارده العرض الازياء ممكن يبقى ماجازين موديل، يعني مجرد صور بالزبط. او يبقى كات ووك موديل، كات ووك او يعمل فوتو شوتس او الاثنين مع بعض بالظبط كده. ايه بقى اللي حصل؟ اتدربت على ده ازاي انت؟ يعني يمكن يعني كان على طول اول حاجه على طول كات ووك اللي هو اصعب من الفوتو شوتس بالظبط. هي الفكره كلها كانت الحضور على المسرح، هي دي اهم حاجه، ان يكون الواحد شكله ريبريزنتبل كده وهو طالع على الستيج. الكات ووك ما كانش فيه اي مشكله، لان الرجاله ما بتبقاش تتقيد بكات ووك زي الستات شويه، الستات هم الكات ووك بتاعتهم اصعب. بالنسبه للرجاله هي مشيته العاديه جدا، فرق بس بين المشيه الكاجوال لو لابس كاجوال، المشيه السبورتي لو لابس لبس سبورتيف شويه. ان الحركه نفسها في المشيه يعني في اليجنس شويه لو لابس بدله توكسيدو. تمام، الكاجوال بيمشي براحته شويه، ممكن يحط ايديه في جيبه وهو ماشي، مشيته العاديه جدا، رجله ما تكونش مفتحه عن بعض، لا مشيته الطبيعيه جدا بالظبط. تمام. بالنسبه لل وان انت شكلك كومفورتبل، شكلك مستريح، شكلك مش خشب زي ما بيقولوا. انا كده عندنا صور من الايفنتس ده، كان ده كان عرض البدله، كان معموله فين بقى؟ احكي لنا بقى على مستر انترناشونال، سوبر انترناشونال، احكي لنا اصلا سوبر ناشونال، انا اسف، احكي لنا اكتر على المسابقه دي، بتتعمل فين؟ ايه اخبارها؟ مين اللي فين كده؟ هي المسابقه اول مره تتعمل للرجال. المسؤول عن تنظيم المسابقات دي ميس يونيفرس وميس ايكو مستر سوبر ناشونال، كانت دكتور امل رزق. تمام، هي المنظمه الرئيسيه في الموضوع ده، هي رشحتني. طبعا ليها فضل كبير عليا جدا وساعدتني كتير جدا في الموضوع ده. المهم رشحتني للمسابقه. انت كنت ممثل المصري الوحيد في المسابقه دي؟ انا المصري الوحيد مظبوط على 45 دوله. اوكي تمام. المسابقه معموله في بولندا.
شروط المسابقة كان حسن المظهر، حسن المظهر عنده خلفية عن الموديلنج شوية، مش شرط خلفية كبيرة مثلا أو عنده اكسبيرينس قوية جدا، مجرد خلفية بسيطة عن الموديلنج، وملامح يعني بيعكس ملامح بلده، شكل بلده يعني. بس فالحمد لله دكتور أمل رشحتني، والحمد لله كان في فيدباك كويس لما سافرت. كان ايه بقى اللي حصل يعني ال 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 الاختبارات نوعها ايه؟ يعني انت النهارده خلاص اوكي رحت بقى الايفنت نفسه، الايفنت نفسه كده اول مره في حياتك تكون في تجربه زي دي. هو احنا في موضوع جه فجاه كده هناك، لما رحنا هناك قالوا لنا على فكره يا جماعه الموضوع مش مسابقه بس، انتوا في مفاجاه ليكوا، ان ده تي في شو اول مره يتعمل على مستوى اوروبا للرجاله عموما، للرجاله دايما مسابقات ملكات الجمال بتبقى فيها فساتين وفيها ديزاينرز وفيها الناشنال كاستيوم اللي هم بيلبسوه عشان يعكسوا شكل حضاره بلدهم من خلال اللبس والكلام ده كله بالزبط. فالموضوع بيبقى شويه ممل شويه لبعض من الناس وهم بيتفرجوا على الموضوع، فقالوا انتوا طالما انتوا كرجاله داخلين لاول مره احنا عايزين نعمله في شكل تي في شو، شكل استعراضي اكتر. يعني هنعمل رقصات جماعيه وفي نفس الوقت يعني هترقصوا مع دانسرز طلعوا في دانسينج وذ ستارز، حلو قوي، اللي هو من اكبر برامج الرقص العالمي، مجال الرقص بالظبط. فدي كانت تشالنج يعني لينا كلنا كمودلز في الاول وفي الاخر. لان انت عندك اصلا اي خلفيه في الرقص اساسا؟ خالص. بس يعني اتفاجئت فعلا ان انا كان معانا كايوجرافر جامد جدا اسمه توماس، صورته موجوده برضو معايا. الراجل ده فعلا عمل معادله محدش قدر يعملها، ان هو يحسسنا لاول مره ان احنا الستيج ده عباره عن ملعب كده، يعني احنا بنلعب. هو ده توماس، ده كايوجرافر مصمم الاستعراضات بالظبط، مصمم الاستعراضات. فكان في تمارين كتير جدا، كان في سهر كتير جدا، عدد ساعات النوم كانت تقريبا 3 ساعات. التجربه دي على بعض 10 ايام 10 ايام اوكي 10 ايام حاولنا كورس بقى مكثف لحد يوم قلنا من فيتنس مودلز وفاشن مودلز لحد دانسرز على الستيج، يعني كان الموضوع فعلا رهيب. واللقب اللي حصلت عليه كان مستر افريكا، مستر سوبر ناشونال افريكا، مستر سوبر ناشونال افريكا. تمام. طيب هل انت دي هتبقى حاجه كده زي ما قلنا، سواء بقى الموديلنج او سواء حتى ان انت تشارك في مسابقه عالميه زي دي، زي كده ايه يعني يلا تمام يعني، ولا اللي هو طب واي نوت بقى، طب انا كده بقى ممكن اقدم بقى بعد كده في مستر وورلد، بعد كده اقدم مستر يونيفرس، وبعد كده اروح احاول اسعى في ايجنسيز عالميه، يعني هل هتبتدي تشوف ده ككارير؟ هو في اوريدي كونتراكتس اتعرضت من ايجنسيز عالميه، بس طبعا لسه لازم اقعد مع الناشونال دايركتور بتاعتي الدكتور امل رزق عشان نشوف الموضوع ده ايه ونشوف ازاي، لان اللقب برضو عليه مسؤوليات والتزامات لازم لمده سنه في حاجات معينه انا تعهدت ان انا انفذها، وده كان جزء من اجزاء اللي خلتني اخد التايتل اصلا. المفروض بيتعمل معانا انترفيوز هناك، اللي هو لو كسبت التايتل ده ايه الالتزامات والمسؤوليات اللي عليك اللي هتنفذها. فكل واحد اقترح فكره ومسؤول انه ينفذها في الفتره دي. ايه فكرتك؟ فكرتي ريليتد لشغلي شويه كمهندس ديكور. انا نزلت حتت كتيره، عملت ديكورات لبيوت قديمه، قعدت اعاده تدوير خامات، تمام، ان احنا ازاي نعمل ديكوريشن للبيوت من جوه من خلال الخامات والحاجات القديمه اللي عندنا في البيوت، من جلود، من هدوم قديمه، من بوكسات خشب قديمه، الكلام ده كله. ففي جزء برضو كان من شغلي العلاج بالفن. تمام. كنت بروح لناس ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم هم مشاكل نفسيه او ستريس في حياتهم عموما وكده، ان هم بيحسوا بالنقص عن غيرهم شويه. فلا، فالرسم كان بيطلع انفعالاتهم كلها وبيظبط لهم المود بتاعهم، وفي نفس الوقت انه يشغل دماغه مع ايديه. حلو قوي. وهو شغال، فكان بنعمل بالانس في الموضوع. وحتى هتحاول انت تسعى ان انت تحقق القصه ديت بقى في الايام باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله بشتغل على الموضوع ده. اوكي باذن الله. احكي لنا كده بقى تجربتك مع الجنسيات الاخرى، يعني كان في مين موجود؟ ايه اكتر الجنسيات اللي كانت لطيفه؟ ايه اكتر الجنسيات اللي ما كانتش لطيفه؟ ايه اكتر المواقف اللي ما تنساهاش من مبدئيا شرط من شروط المسابقه عدم ان احنا ما نتكلمش في السياسه، ما نتكلمش في الدين، ودي حاجه بروفيشنال جدا طبعا، لان كله كان بيعامل بعضه من واحد. اي واحد. كلنا واحد يعني بالعكس. اجندات ده في بوينتس كمان، يعني كان في حد بيقعد معانا يراقبنا، بيشوف معانا يعني بيشوفنا بنتعاون مع بعض ازاي، لو حد محتاج حاجه حد بيساعده ولا لا، بالعكس كنا كلنا هيلبفل جدا لبعض. نفس الكلام بنشجع بعض جدا، لو حد خسر فينا كنا بنزعل جدا، لو حد كسب فينا كنا كاننا احنا كسبنا جدا. وفي الاخر المسابقه فعلا ما كناش حاسين
بالمكسب على قد مكسب الاكسبيرينس اللي جمعتنا كلنا مع بعض. طبعا فعلا طبعا. فكان في حاجه كومن ما بيننا وهدف البلد. كلنا بنسعى لهدف واحد اللي هو المكسب وكلنا بنسعى لهدف واحد ان احنا نتعلم حاجه جديده واكسبيرينس جديده في حياتنا. فكان كله مركز في ده اكتر من انه يشوف مين اللي هو منافس عليه او مين بيبص له بصه وحشه او مين بيعامله وحش. ما كانش فيه الكلام ده خالص. طلعت صداقات من الايفنت اكيد كتير، تقريبا 45 دوله وان شاء الله كلهم جايين مصر هنا قريب باذن الله. الكلام ده معظمهم جايين مصر. طيب ناس كتير جدا بتتكلم على ان الموديلنج كارير في مصر هو من اكتر المجالات الغير مستقره شويه، اللي يمكن يعني احنا في العالم في ايجنسيز كتيره بروفيشنال. زي ما قلنا انت النهارده في العالم انت ممكن تبقى بتعمل كارير وفلوس واسم كبير جدا من الموديلنج، وده سواء لبراندز عالميه او سواء لمجلات كبيره او سواء لبيوت ازياء او مصممين ازياء. هل احنا هنوصل لفين الحته دي في مصر؟ وهل شايف ان الفاشن اندستري او صناعه الموضه والازياء بشكل عام في مصر بقت بتخدم اكتر على الموديلنج اندستري او مجال عرض الازياء؟ هو انا شايف في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يعني الناس ابتدت تهتم بالموضه اكتر، والدليل على كده كايرو فاشن شو اللي بيتعمل كل سنه، وفي كذا فاشن شو بيتعمل لديزاينرز كتير، في منهم جداد وطلعوا على برامج في الفضائيات المصريه وفي قنوات عالميه، منهم ديزاينرز كبار ومنهم ديزاينرز لسه بيبداوا صغيرين، وما شاء الله عليهم تالنتد جدا. حاجاتهم كلها كمان بيراعوا حته ان هي يستوحوها من تراث بلدهم، تمام، which is اصلا ده هو المين بتاعنا من زمان جدا، لان ثلاث ارباع الناس بره والموضه بره كانت معتمده على الموضه بتاعتنا هنا في مصر لما كانت بتطلع هنا الاول، كانت بعد كده بتطلع بره مصر. طبعا. فان شاء الله الفتره الجايه لا انا متفائل ان هيبقى في نقله جديده في مجال الموضه والفاشن اندستري والموديلنج ايجنسيز عموما، يعني بقت موجوده اكتر من زمان بكتير. يعني كان زمان ممكن في مكتب او اتنين، دلوقتي لا في مكاتب كتير وفي شغل كتير اوريدي. بس فربنا يكرم الفتره الجايه. والسوشيال ميديا فرقت في ده اعتقد برضو. أكيد. بقى في كمان أكيد. شوتس على السوشيال ميديا بشكل كبير برضو، فده أكيد. كويس اكيد. دايما زي ما قلنا انه عندنا كده حاجه في مصر على الاقل يعني، والله في العالم برضو بس مصر يمكن اكتر شويه، ان المودلز دايما تلاقيه بعد كده بقى بعد فتره، لان المودلنج معروف ان هو ما هوش عمره طويل قوي يعني بالظبط، وفي مراحل، بس في الاخر البيك بتاعك بيبقى في سن معين او في مرحله معينه. بعد كده بقى بنلاقي ان في اللي بقى مذيع، اللي بقى ممثل، اللي بقى مش عارف إيه. انت هتبقى ايه بقى فيهم؟ هترجع مهندس ديكور بس؟ هو باذن الله الفتره الجايه طبعا في نقله تانية خالص، وهي دي كانت ستاب حلوه انا اتعلمت منها كتير، وخصوصا ان انا نهيتها بشكل انترناشونال. ده طبعا دي كانت اكسبيرينس كبيره بالنسبه لي. اكيد مش هوقف موديلنج، لان ده يعني انا مبسوط اصلا، يعني حته دخولي المجال ده انا اتبسطت بيها جدا. ممكن اعملها الفتره الجايه فور فان، بس الفتره الجايه باذن الله في حاجه في يعني في التلفزيون المصري باذن الله مسلسل ان شاء الله، وفي ان شاء الله فيلم، فربنا يكرم. يعني عايز تبسم؟ باذن الله. موضوع كبير، بس برضو مش هسيب الديكور ومش هسيب الموديلنج لو في حاجه. ايه نوعيه الادوار اللي يعني دايما بيقول برضو دايما طبيعه الحال ان بيبقى لو حد مثلا جسمه كويس او 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 فت او مش عارف ايه يخش في دور الجان شويه، يا جان يا الاكشن يعني بالزبط. مثلا شفنا تامر هاجر، شفنا عمرو مهدي، شفنا كل اللي دخلوا في السكه ديت يعني كانوا مينلي بيقدموا ادوار يا جان بريميير يا اما اكشن. انت تستميلك اي نوع انواع الادوار؟ لا انا داخلها فليكسبل جدا، يعني انا برحب طبعا بالادوار الجديده اللي تعكس عكس يعني تعكس شكل غير شكلي وشخصيه غير شخصيتي. مش عايز تحس بقى دي اللي بتخلق الممثل الشاطر يعني. صحيح. خدت كورسز وحاجات كده وورش وبتاع؟ في ورش بدات فيها وان شاء الله يعني هتخلص على اخر الشهر وربنا يكرم يعني. طب حلو جدا، يكون في حاجه كويسه باذن الله. يعني مش هقدر احكم على ده، الناس هي اللي هتحكم اكتر ان شاء الله. إن شاء الله. طيب هل انت بقى كمهندس ديكور للاطفال زي ما انت قلت، يعني اشمعنى انا عايز اعرف بس لفت نظري قوي التايتل ايه، مهندس ديكور للاطفال، ايه الحكايه دي؟ هو انا بداتها الاول جرافيك ديزاينر. تمام. بعد فتره قدمت بروجرامز في التلفزيون عن اعاده تدوير الخامات وديكورات غرف نوم الاطفال. اتعرض عليا شغل في مسرح للاطفال في المدارس الانترناشنال، اشتغلت وخدت التجربه وكانت تجربه ناجحه الحمد لله. انا دايما بحب العب بالخامات المستهلكه واعيد صياغتها تاني. فشغل مسرح الاطفال كله قايم على الخامات واعاده تدويرها، الخشب، الفوم، الفلين،
الموكات الحاجات دي كلها، بس بولفها مع بعض بجمع منها بتطلع بيها حاجه ثانيه خالص. وده اتجاه عالمي على فكره، خلي بالك يعني، وبيئي وصديق للبيئه جدا في وقت مهم جدا، وموفر كمان الحقيقه. اكيد 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 احنا فعندنا ازمه حضرتك يعني. احنا بنحييك، وزي ما قلنا تاني احنا بيشرفنا ان يبقى عندنا اي حد مصري وجه محترم يليق ان هو يمثل بلدنا، في سواء في تمثيل، سواء في موديلنج، سواء في اي حاجه، لانه جزء من حياتنا هو كل الحاجات ديت يعني. فلما يكون عندنا شباب مصري قادرين ان هم يعملوا كده، يعملوا كده باحترافيه وبمهنيه، وقادرين ان هم يحققوا حاجه، دي حاجه طبعا اكيد بنحييها، وبنتمنى كمان ان هم لازم ندعمهم ولازم يكونوا موجودين في محافل اكتر من كده. فنورتنا في نهارك سعيد. ميرسي جدا يا شريف، مبسوط ان انا كنت معاك النهارده. وانا كمان جدا. ميرسي جدا. نتقابل تاني ان شاء الله بقى في ايفنتس. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا، لسه احنا معاكم.